السياق اللي جاء في تنظيم هذا المؤتمر الدولي للبحث والابتكار هو في الحقيقة تتمة للنسخة الأولى التي كانت بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في سنة 2018، واليوم كنعيش النسخة الثانية بجامعة الحسن الثاني كلية العلوم بن مسيك بالدار البيضاء، والذي سيمتد على مدى 3 أيام. سوف يناقش فيه يعني مجموعة من المحاور ومجموعة يعني من المواضيع ذات الأهمية المرتبطة بما هو يعني آني، وخصوصا في مجال ديال الطاقات المتجددة ومجال الماء ومجال البيئة ومجال الذي يعرفه العالم، وهو الثورة الصناعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي كان يعني لابد من جمع هكذا يعني خبراء وهكذا يعني يعني أساتذة جامعيين ومتخصصين في هذه الميادين لكي نعطي يعني خلاصات ونعطي يعني توصيات علمية دقيقة لكي يرتكز عليها القائمون بالشأن العام يعني في المغرب، من أجل يعني تنزيل الاستراتيجيات الوطنية التي انخرطها فيها المغرب، والتي هي تقريبا 3 ديال الاستراتيجيات ذات الأولوية. هناك الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي خطط من خلالها المغرب بطبيعة الحال إلى أن يكون لديه إنتاج كهربائي أخضر يفوق 50% في أفق 2030، كما أنه تعهد بأنه سيكون من بين الدول التي تعتمد على النجاعة الطاقية بحوالي يعني 20% في القطاعات الجوهرية في أفق 2030، وهو ما يسمى يعني بالاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى يعني المخطط الوطني للماء كمادة حيوية مرتبطة بطبيعة الحال بإنتاج الطاقة، على العلم أن يعني الطاقة الكهربائية المنتجة يعني من السدود يعني من الماء تناهز تقريبا 17% من الطاقة المتجددة المستعملة في المغرب. وبالتالي كان لابد يعني من الوقوف على آخر المستجدات وآخر يعني التطورات التقنية والعلمية. لذلك في هذا المؤتمر حاولنا نجمع مجموعة من الخبراء من الدول الإفريقية والدول العربية والدول الأوروبية والأمريكية، لكي من جهتين، يعني الجهة الأولى أننا نحاول أن نستفيد من خبرات الدول المتقدمة في بعض المجالات، خصوصا المجال البيئي ومجال تدبير الماء، وكذلك من أجل يعني تصدير التجربة المغربية وخصوصا للدول الإفريقية التي تربطنا بها يعني علاقات جيدة، وسيكون بطبيعة الحال هناك آفاق واعدة معها من خلال مجموعة ديال المشاريع المستقبلية. هذا فيما يخص يعني السياق الوطني. فيما يخص السياق الدولي، كما نعرف بأن يعني العالم يعرف تقلبات السوق الدولية للطاقة وخصوصا سوق المحروقات بما فيها يعني البترول والغاز، مما يعني أثر بشكل يعني مباشر على مجموع الاقتصاديات مجموعة من الدول من بينها المغرب، حيث يعني عرف يعني ارتفاع التكلفة الطاقية المغربية بحوالي 3 مرات، الشيء الذي كان يعني لابد يعني من تدافر الجهود بشكل علمي من أجل يعني إيجاد حلول ابتكارية. وهنا يعني أركز على مسألة الابتكار، لأن هناك حلول قد تكون ابتكارية وتساهم بشكل يعني فعال في الحد سواء من انبعاث الغازات الدافئه التي تعهد بها المغرب انه في 2030 ان شاء الله غادي يحاول يكون عنده الحد بالنسبه ديال 45.5% على اساس يكون عنده الحياد الكربوني في افق 2050، وكما تعهدت بها بعض الدول الشريكه الاوروبيه التي فرضت ضرائب كبيره على المنتوجات المنتجه من مصادر لا تحترم البيئة، والمغرب معني بذلك بكونه يعني شريك مهم لدى الاتحاد الأوروبي. لذلك كان المغرب لابد يعني من الوقوف عن كتب عن آخر المستجدات في هذا الباب ديال التكنولوجيات الحديثة التي تستعمل سواء الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيات الرقمية من أجل حوكمة هذه القطاعات وإيجاد حلول ابتكارية لتنزيل وتفعيل هذه المشاريع الاستراتيجية الوطنية. التوصيات فيما يخص يعني التوصيات، في هذا المنظمين لهذا المؤتمر يسعون الى يعني مجموعه من الاهداف، من بينها اولا التحسيس باهميه ترشيد الطاقه واستعمال يعني الطاقه الخضراء في الاستعمالات اليوميه، وخصوصا لدى الطلبه وخصوصا الطلبه الذين لا ينتمون الى نفس تخصصات التكنولوجيا وبطبيعه الحال معهم المواطنين. ثانيا
نروم من خلال هذا المؤتمر إلى يعني الاستفادة من خبرات بعض الدول الرائدة في التكنولوجيا المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، على اعتبار يعني أن المغرب سينخرط وقد انخرط بالفعل في مجموعة من المشاريع يعني الاستراتيجية المعتمدة على إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر باعتباره بديل مهم بالبدائل الطاقية، حيث أن من المتوقع أن المغرب سوف يحتكر ما بين 5 و10% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر في السنوات المقبلة. كذلك من بين التوصيات أننا سوف نحاول أن نصدر التجربة المغربية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، وخصوصا لبعض الدول الإفريقية الشريكة التي ستربطنا بها مشاريع مستقبلية مهمة في هذا الباب ديال تأهيل الطاقات. بالإضافة كذلك إلى أن هذا المؤتمر يروم إلى الاستفادة من الكفاءات المغربية بالخارج، التي هناك يعني أمثلة على الحضور ديالها الممثلة في هذا المؤتمر، لكي يستفيد المغرب من التجارب ديالها ومن من من الكفاءات ديالها، وخصوصا في الباب ديال الذكاء الاصطناعي وديال الهيدروجين الأخضر كما قلت، اللي عنده يعني المغرب يطمح استعماله في التدبير الطاقي المستقبلي.